السلام ومرحبا بكم. خلال هذا اللقاء سوف نرى الخاصيات المميزة لمنصف الزاوية الدائرة المحاطة بمثلث كحصة ثامنة وأخيرة من درس المثلثات المتقايسة أو تقايس المثلثات. وسوف ننطلق بهذا النشاط الأول الذي سوف نرى فيه أن بصفة عامة منصف الزاوية هو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن ضلعي الزاوية. أعيد، سوف نرى دليلا أو برهانا لأن منصف الزاوية بصفة عامة هو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن ضلعي الزاوية. وبالتالي النشاط أليف يقول، أولا أليف عفوا يقول: ارسم زاوية أو إكس أو إجراج وابني منصفها أو زاد. نبقى مع كيفية بناء منصف الزاوية بصفة عامة. لدينا هذه الزاوية إكس أو إجراج أو أو إكس أو إجراج. منصف الزاوية هو نصف المستقيم أو زاد. نضع إبرة البركار على النقطة أو. القوس الدائري يقطع الضلعين في هذه النقطة وفي هذه النقطة، ثم باستعمال البركار، إبرة البركار على هذه النقطة، القوس الدائري الأول، أحافظ على الفتحة، فتحة البركار، إبرة البركار على هذه النقطة، القوس الدائري هي النقطة زاد، وبالتالي أو زاد، نصف المستقيم أو زاد، هو منصف هذه الزاوية، وهكذا أحصل على قيس فتحة هذه الزاوية مساو لقيس فتحة هذه الزاوية. هذا فيما يخص بناء منصف الزاوية أو إكس أو إيجريك. نمر إلى المطلوب الموالي، يقول: عين نقطة M من نصف المستقيم أو زاد مخالفة للنقطة O. كما ترون النقطة M يمكن أن تكون هكذا من نصف المستقيم أو زاد ومخالفة لـ O. جيم، ابني النقطتين H و K المسقطين العموديين للنقطة M. H مسقط العمودي للنقطة M على OX وك المسقط العمودي للنقطة M على O Y. كما ترون هنا علامة الزاوية القائمة هنا وهنا أيضا. وبالتالي نمر للسؤال الثاني. أليف، قارن المثلثين O M H و O M K. هذان المثلثان O M K و O M H هما مثلثان متقايسان بكل بساطة كما رأينا فيما يخص تقايس المثلثات القائمة. نلاحظ أن هذين المثلثين يتقايسان هنا على مستوى الزاوية الحادة والوتر، وبالتالي إذا تقايس مثلثان قائمان في الوتر والزاوية حادة فبالتالي هذان المثلثان هما مثلثان متقايسان، وبالتالي هنا الوتر مشترك بين كلا المثلثين. قيس فتحة هذه الزاوية الحادة مقايس لقيس فتحة هذه الزاوية الحادة، وبالتالي هذان المثلثان القائمان على التوالي في اش وك هما مثلثان متقايسان. وبالتالي هنا انهينا مع تقايس المثلثين باستعمال تقايس المثلثات القائمة كما رأينا في الحصص الفارطة. نمر للسؤال الموالي ب. استنتج أن البعد MK هذا البعد MK مساو للبعد MH، وهذا الأمر هين الآن بما أن هذان المثلثان OMH و OMK هما مثلثان متقايسان، يعني الأضلاع متقايسة مثنى مثنى، يعني الوتر وتر مشترك، هذا سهل. الضلع القائم الأول مقايس للضلع القائم الثاني، والضلع القائم الثاني مقايس للضلع القائم الثاني. أعيد، تقايس الضلعين القائمين هنا، هذا الضلع القائم الأول وهذا الضلع القائم الأول، والضلع القائم الثاني مقايس للضلع القائم الثاني هنا. وبالتالي لا نريد سوى تقايس هذين الضلعين، وبالتالي هذا ما نريده، MH مساو لMK، وهذا نتيجة لتقايس المثلثين. مثلثين متقايسين هما مثلثين متطابقين، وبالتالي الأضلاع الثلاثة متقايسة مثنى مثنى في كلا المثلثين. وبالتالي هنا
هذا هو التحرير كما قلت منذ قليل. الأضلاع تتقايس مثنى مثنى في المثلثين المتقايسين هنا او ام اش و او ام كا، يعطي هنا الأضلاع تتقايس مثنى مثنى، ونريد هذين الضلعين ام اش مساوي لام كا. وبالتالي نمر إلى هذه التذكرة الآن. تبعد كل نقطة من منصف الزاوية نفس البعد عن ضلعي تلك الزاوية، هذا يعني أن منصف الزاوية هو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن ضلعي الزاوية. نمر إلى النشاط الوالي، وفيه سوف نرى أن كل نقطة أم متقايس البعد عن ضلعي الزاوية، فبالضرورة هذه النقطة تنتمي إلى منصف هذه الزاوية. أعيد، كل نقطة أم هنا متساوية البعد أو متقايس البعد عن ضلعي الزاوية كما ترون، هذا البعد مساوي لهذا البعد، فبالضرورة سوف نرى أن هذه النقطة أم تنتمي لمنصف هذه الزاوية. هذا ما سنراه في هذا النشاط. يقول تأمل الشكل المقابل، قارن المثلثين A M B و A M C. المثلثين A M B و A M C هما مثلثان متقايسان كما رأينا خلال الحصة الفارطة. تقايس مثلثين قائمي الزاوية عندما يحصل تقايس على مستوى ضلع قائم والوتر. الوتر هنا وتر مشترك، وبالتالي هنا التقايس على مستوى الوتر وضلع قائم يعطي تقايس المثلثين القائمين، وبالتالي هذا ما سنكتبه AMB و AMC متقايسين، تقايس المثلثات القائمة. هنا ثمة تقايس على مستوى الوتر وضلع قائم. نمر للسؤال الموالي، استنتج أن نصف المستقيم AM منصف الزاوية، وبالتالي نعود إلى تقايس المثلثين هنا AMB و AMC، هذان المثلثان متقايسان يعني الأضلاع متقايسة مثنى مثنى. هنا لدينا الوتر مشترك، وبالتالي AM مقايس لـ AM، و AC مقايس لـ AB، ولدينا MC مقايس لـ MB. المثلثان هنا متقايسان وبالتالي متطابقان، يعني هنا الزوايا أيضا، هنا قيس فتحة هذه الزاوية مقايس لقيس فتحة هذه الزاوية، وهذا ما نريده. وبالتالي AM يمثل منصف هذه الزاوية AX AY، وبالتالي هاتان الزاويتان متقايستان لأن هذان المثلثان متقايسان. الزوايا الثلاثة أيضا متقايسة مثنى مثنى، وبالتالي هذا يعطي أن نصف المستقيم AM منصف هذه الزاوية AX AY، وهذا ما نريده. وبالتالي نقطة متساوية البعد عن ضلعي الزاوية يعطي أن هذه النقطة بالضرورة تنتمي إلى منصف هذه الزاوية. أعيد، كل نقطة متساوية البعد عن ضلعي الزاوية فهي بالضرورة تنتمي إلى منصف هذه الزاوية، وهذا ما سنراه في هذه التذكرة. إذا كانت نقطة متساوية البعد عن ضلعي الزاوية فهي تنتمي إلى منصف تلك الزاوية. نمر الآن إلى النشاط الثالث، وفيه سوف نرى أن منصفات الزوايا في مثلث هنا تتقاطع في نقطة O تمثل مركز الدائرة المحاطة بهذا المثلث. أعيد، ما سنراه في هذا النشاط أن منصفات الزوايا الثلاثة في مثلث تتقاطع في نقطة O تمثل مركز الدائرة المحاطة بهذا المثلث. هذا ما سنراه، وبالتالي نعود إلى النشاط. يقول ارسم مثلثا ABC والمنصفين AX و BY اللذان يتقاطعان في النقطة O. نعود إلى رسم المثلث، لدينا مثلث ABC، منصف الزاوية AX قيس فتحة هذه الزاوية مقايس لقيس فتحة هذه الزاوية، وبالتالي نصف المستقيم AX يمثل منصف هذه الزاوية، وأيضا بي إي جريج يمثل منصف هذه الزاوية بي سي بي آ، هاتان الزاويتان متقايستان. وبالتالي هنا منصفي الزاويتين أ إكس وأ جريج هنا يتقاطعان على مستوى النقطة أو. أو نقطة تقاطع منصفي الزاويتين أ إكس وأ جريج، عفوا أ إكس وبي جريج. بعدها ماذا نقول؟ ماذا يقول عفوا؟ نعتبر M, N و P المساقة العمودية للنقطة O على التوالي على المستقيمات AB و AC و BC. كما ترون AB و AC و BC هي مستقيمات حاملة لأضلاع المثلث. وبالتالي هنا كما ترون M تمثل المساقة العمودية للنقطة O على AB، و N تمثل المساقة العمودية للنقطة O على AC،
و بي تمثل المسقط العمودي للنقطة O على بي سي. فبالتالي هنا البعد أو إم، هذا البعد يمثل البعد بين النقطة O والمستقيم A بي. نفس الشيء البعد أو إن يمثل البعد بين O والمستقيم A سي، والبعد أو بي يمثل البعد بين O والمستقيم بي سي. لكن لا ننسى أن O نقطة تقاطع منصفي زاويتين، هذا ما سنستعمله بعد قليل. السؤال الموالي أو المطلوب الأول أليف أثبت أن الأبعاد الثلاثة أو إم أو إن وأو بي متقايسة، واستنتج أن أو تنتمي لمنصف الزاوية سي، وبالتالي كما قلت منذ قليل النقطة أو تقاطع منصفي الزاويتين هنا، هاتي الزاوية رأسها A وهاتي الزاوية رأسها B، وبالتالي هنا بما أننا نعلم أن منصف الزاوية هو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن طرفي الزاوية أو ذلعي الزاوية عفوا، يعني هنا بما أن O تنتمي لمنصف هاتي الزاوية OX، يعني ON يساوي OM كبعد، لأن O تنتمي لمنصف هاتي الزاوية AB AC، يعني البعد OM مساوي للبعد ON. نفس الشيء هنا O تنتمي لمنصف الزاوية BA BC، يعني البعد OM مساوي للبعد OP، وبالتالي يكفي أن نكتب هكذا O تنتمي لمنصف الزاوية هنا AX تصف مستقيم AX، يعطي أن O متساوية البعد عن ذراعي الزاوية، يعني ON يساوي OM كبعد. ثانيا أيضا O تنتمي لمنصف الزاوية BY، يعطي أن OM يساوي OP. عندما نتأمل هاته المعادلات هنا ماذا نلاحظ؟ من جهة OM تساوي ON ومن جهة أخرى OM تساوي OP، هذا يعني أن الأبعاد الثلاثة OM تساوي ON تساوي OP، الجمع بين النتيجة الأولى والنتيجة الثانية يعطي الأبعاد الثلاثة متقايسة، وهذا ما نريده OM تساوي ON تساوي OP. استنتج أن O تنتمي لمنصف الزاوية رأسها السي هنا، نفس الشيء هنا البعد ON مساوي للبعد OP، وقلنا منذ قليل نقطة لها نفس البعد عن ضلعي الزاوية وبالتالي تنتمي لمنصف الزاوية، وبالتالي O أيضا تنتمي لمنصف هذه الزاوية CA CP، وهذا ما نريده، وبالتالي O متساوية البعد عن ضلعي الزاوية CA CP، هذا يعطي أن O تنتمي لمنصف هذه الزاوية CA CP. ونمر الآن إلى التذكرة، يتقاطع منصفات زوايا مثلث في نقطة مشتركة هي مركز الدائرة المحاطة بالمثلث، وبالتالي كما قلنا منذ قليل هذا البعد مساو لهذا البعد مساو لهذا البعد، زوايا قائمة هنا، وبالتالي هنا هذه الدائرة مركزها E وشعاعها أحد هذه الأبعاد الثلاث وهي متساوية، يمكن تسميتها مثلا جي كا و ال بصفة عامة. الدائرة المحاطة بالمثلث هنا مركزها اي وشعاعها مثلا اي جي، اي تقاطع منصفات الزوايا في هذا المثلث ا بي سي. ويمكن ان نرى ذلك هنا نفس الشيء هنا او ام كبعد يساوي البعد او ان يساوي البعد او بي، الدائرة المحاطة بهذه المثلث مركزها O وشعاعها OM. نلاحظ هنا كملاحظة وسوف نعود لها بعد قليل أن هذه الدائرة في وضعية تماس مع هنا أضلاع المثلث الثلاث، هذا الضلع وهذا الضلع وهذا الضلع، وضعية تماس هنا على مستوى نقطة M، وضعية تماس مع هذا الضلع على مستوى نقطة N، وضعية تماس مع الضلع BC على مستوى النقطة P، هذه دائرة محاطة بالمثلث. نمر إلى هذا التطبيق، أرسم زاوية غير منبسطة يعني مخالفة ل 180 درجة، وعين نقطة A من نصف المستقيم هنا XO مخالفة للنقطة O، ونقطة B تنتمي لنصف المستقيم هنا YO، بحيث
البعد OA يساوي البعد OB. المستقيمان العموديان على OX و OY على التوالي في A و B و B يتقاطعان في نقطة M. فبالتالي نبقى مع هذا الرسم قبل العودة على السؤال أليف. لدينا هذه الزاوية غير منبسطة OX OY، ولدينا البعد OA يساوي للبعد OB. A تنتمي لنصف المستقيم OX و B تنتمي لنصف المستقيم OY. وبالتالي المستقيم العمودي على OX في A هذا هو المستقيم. المستقيم العمودي على أو جريج المار من بي هذا هو المستقيم. هذان المستقيمان يتقاطعان في النقطة M. هذا هو الرسم. أليف أثبت أن هنا نصف المستقيم هنا عفوا هنا قبل قليل نصف المستقيم أو إكس هكذا، وأيضا هنا نصف المستقيم أو إيجريك، هنا نصف المستقيم أو إم. أثبت أن نصف المستقيم أو إم هو منصف للزاوية أو إكس أو إيجريك. سوف نثبت أن نصف المستقيم أو إم يمثل منصف هذه الزاوية أو إكس أو إيجريك هذه الزاوية. فبالتالي بكل بساطة نعود إلى تقايس المثلثات القائمة. لدينا المثلث أو إم آ قائم في آ، والمثلث أو بي إم قائم في بي. هذان المثلثان لهما الوتر مشترك، وأيضا لهما ضلع قائم هنا يتقايسان، لهما نفس الطول هذان الضلعان. فبالتالي مثلثان قائمان هنا يتقايسان في على مستوى الضلع القائم والوتر. فبالتالي هذان المثلثان هما مثلثان متقايسان، وبالتالي هذان المثلثان او بي ام و او ا ام هما مثلثان متقايسان. هذان المثلثان مثلثان متقايسان لأنهما قائمين، قائمي الزاوية عفوا، ويتقايسان في الوتر وذلع قائم. فبالتالي من خلال ما رأيناه فيما يخص تقايس المثلثات القائمة هما مثلثين قائمي الزاوية ومتقايسين، هذا ما نريده. وبالتالي من خلال التقايس يعني هنا الأضلاع ثلاثة متقايسة مثنى مثنى، وبالتالي هما مثلثان متطابقان، وبالتالي الزوايا أيضا هنا متطابقة مثنى مثنى ومتقايس. هذا يعني أن قيس فتحات الزاوية مقايسة لقيس فتحات الزاوية، وهنا أيضا قيس فتحات الزاوية مقايسة لقيس فتحات الزاوية، وهذا ما نريده. يعني هذه الزاوية مقايسة لهذه الزاوية. هذا يعني أن نصف المستقيم أو إم يمثل منصف هذه الزاوية أو إكس أو إيجريك، وهذا ما نريده. أثبت أن أو إم هو منصف للزاوية أو إكس أو إيجريك. وهكذا أنهينا بعد برهنة تقايس المثلثين. ب استخرج من هذا الرسم طريقة لبناء منصف زاوية. طريقة لبناء منصف زاوية بصفة عامة، لدينا مثلا الزاوية أمامنا أو إكس أو إيجريك. نعين نقطتين A و B، A على نصف المستقيم أو إكس و B على نصف المستقيم أو إيجريك، حيث البعد أو بي مساوي للبعد أو آ. وبعدها المستقيم الذي يعامد أو إكس المار من بي، والمستقيم الذي يعامد أو إيجريك عفوا، المستقيم الذي يعامد أو إيجريك المار من بي، والمستقيم المعامد لأو إكس المار من آ. هذان المستقيمان يتقاطعان في نقطة M. فبالتالي نصف المستقيم أو إم فهو بالضرورة منصف هذه الزاوية المعنية بالأمر أو إكس أو إيجريك. وهذه هي الطريقة لبناء منصف زاوية أو إم. نصف المستقيم أو إم يمثل منصف هذه الزاوية أو إكس أو إيجريك. وبالتالي هذا هو التحرير أمامكم، يمكنكم قراءته وقد أتينا عليه شفويا. شكرا على المتابعة.
وإلى اللقاء.